بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بصفتي عم الشهيد علي بداح، نحن نرفض ما يسمى حوار ولي العهد، وبصفتي نيابة عن عوائل الشهداء نرفض هذا الحوار الذي يسمى حوار ولي العهد، لأنه لا يساوي قطرة دم سقطت من أي شهيد. هذا الحوار لا يمثلني ولا يمثل عوائل الشهداء. بصفتي عم الشهيد علي بداح، هذا الحوار حوار ولي العهد لا يمثلني ولا يمثل دماء الشهداء الذي سقطت. نحن نرفض هذا الحوار